اهلا بيكم نميرات، والنهارده في الكونفرنس طبعا بصي الناس قد ايه بيعرضوا حاجات، كلها حاجات تساعد الناس. مش عارفه اوريكم ايه ولا ايه، مليان وفي ترابيزات فيديو عشان احنا قربنا نمشي، ولكن حاجات كتيره جدا جدا جدا. يمكن لو لفيت كده تشوفوا برضو اكتر ورايا حاجات كتيره. تمنياتي نحن نعمل حاجه كده في مصر، نحن نعمل حاجه كلها حاجات للهيلينج، للناس ترتاح، الناس على الاقل تبقى في منطقه احسن في حياتها، صحتها تبقى احسن، تبقى اسعد. حاجات كتير قوي في الدنيا ربنا مديها لنا تساعدنا كتير قوي نحسن حياتنا، وده حلمي اللي عايز يساعدني فيه. قول لي حلمي ان احنا نعمل ده في مصر، مش محتاجين نسافر بعيد قوي، عندنا ناس كتير قوي شاطره قوي في مصر ومهتمه بالجوده ومهتمه بالاكسلنس. انا مهتمه قوي الحاجات تبقى مظبوطه، مهتمه ان شغلها يبقى مظبوط جدا جدا. هلو مهتمه ان الحاجه تبقى مظبوطه، يعني خبراء في شغلهم، عندنا خبراء هايلين، وعايزين نعمل مؤتمرات زي دي في بلدنا. مش لازم كلها على الاي اف تي، على ازاي الواحد يحسن حياته، لان انا كل الحاجه عندي حياه افضل للجميع.